أكيد سلمى، ورح نختم بمحطة خاصة بكل الأمهات. اليوم كل أم عم تحب، وخاصة بالصيف، سجل ابنه بنشاطات صيفية، وأغلب الأمهات عم بيحبوا إنه ابنهم يكتسب لغة ثانية. بس التوقيت اليوم كيف فينا، بأي توقيت صحيح لازم ننمي هاي المهارة اللغوية ونساعده على تطوير نفسه مستقبلا؟ هالسؤال دائما بيقول امتى نبدا بهالخطبه، اي بهالخطوه، اي عمر ممكن انه نبدا فيها؟ كيف اليوم المعلومه الصحيحه راح تعطينا اياها اكيد ضيفتنا ريم سعد، اخصائيه بالتربيه الخاصه. يسعد صباحك يا ريم. صباح النور، اهلا وسهلا صباح فيكم، الخير. سعد اوقاتكم. يسعد صباحك. سعد اوقاتك، اهلا وسهلا. خلينا نبلش معك اليوم. هاجس تعلم لغه ثانيه هو هاجس بيرافق الاهل من زمان، وانا بدي ابني من الصغر، لانه التعلم بالصغر مثل النقش على الحجر. تمام. فهو شو السن المناسب اللي انا بقدر بلش اعلم ابني لغه ثانيه، ان كان الانجليش او الفرنش او اي لغه اخرى؟ تمام. اذا بدنا نحكي عن اللغه، اللغه هي عباره عن رموز، يعني الدماغ بياخذها رموز، شفرات بتنفك، بتتركز، بتترمز بالدماغ، بلش مفروض تطلع بقى بالعمر السنه اقل، بتطلع نغمات صوتيه. اللغه الام هي الاساس، يعني طبعا اللغه اللي بنفكر فيها هي الاساس، ونحن لغتنا عربيه، اللغه العربيه طبعا هي لغه صعبه، ما لغه سهله، طبعا فهي مفروض نحن اللي نكسبها ونخلي طفلنا يتكلم فيها. غالبا الاهالي بفضلوا اللغات الاجنبيه، انا بقول لهم لا تاكلوا هم، هي لغات سهله، يعني مثلا اذا قلنا حكينا على الانجليزي فهو لغه سهله بسيطه، ما صعبه التعلم، وبالاخص بالنسبه لطفل، يعني نحن عندنا الاحتياجات الخاصه، هن بيتقنوا اللغه الانجليزيه اكثر من العربيه، وهن في نسبه ذكاء مثلا معينه. غالبا بنشوف انه لا، بيجي الطفل لغه ام ما في، وبعض الكلمات الاجنبيه، هذا بيؤدي لتاخر بالتواصل، يعني نحن ما كسبنا لغه. بيحكي بتقول مثلا الام انه نحن لا، بيحكي بيعد في كلمات، اوكي، بس هي لغه تفكير، هي لغه محادثه، هي لغه يفهمك او يوصل لك شو بده منك او شو الفكره، فغالبا عم بتكون لا. في قدرات الاطفال، اذا بدنا نحكي باي عمر، الاطفال هن قدرات. صحيح. في اطفال بعمر السنه ونص سنتين بتلاقيهم قدرانين يطلعوا لغتين، قدرانين دماغهم مرمز المرادف، يعني انا مثلا كاسه بالعربي، هي مرمزة باللغة الثانية بدماغي، فأنا بقدر استوعب كلمة الكاسة باللغتين، وبقدر أعطي المفهوم ووصل للي قدامي وأنا فهمانه. بس غالبا الأطفال اللي عم نشوفهم ما عم يقدروا يكونوا، مو لأ رح يكسبوا لغة ثانية، بس مو هلأ، مو بهذا العمر الصغير، خلينا ننطر على القليلة 3 سنين، 3 سنين ونص، 4 سنين، يكون أتقن اللغة الأم تماما، ومندخل اللغة الثانية. إذا كان قدران فهو رح تفوت. والطفل الأدران بنقول لأهله حطوا له مثلا، حطوا برامج، حطوا خلفيات باللغة الثانية يسمع الطفل، بس هي حترمز بدماغ، انتم ما رح تحسوا، او بقول لك لا معقول يتعلم، ايه معقول، بدماغ هو قادر يعمل عمليات عقلية كبيرة جدا نحن ما متخيلها، فهو حيرمز، وقت تيجي يتعلم دماغ مارقة معه هاي الكلمة، حيربط، حيشبك، فحتكون اللغتين كتير سهلين، لغتين وثلاثة. منقول كمان انه تعلم اللغات مثل الرسم ومثل الموسيقى، هو مهاره، هو شيء بيخلق معك. ففي عنا اي اشخاص، اطفال طبعا هن قبل ما يصيروا اشخاص بالغين، هن بيقدروا يتعلموا لغتين وثلاثه واربعه، لانه هي مهاره مثل الرسام ومثل الموسيقي. فكمان هدول ميزين، انا ما ضروري اذا طفلين، طفل ممكن يكون هيك حتى لو اخفاق، طفل لا يكون عنده بس لغه او لغه ثانيه مقبوله، فما نضغط على اطفالنا بموضوع انه لا لغتين وكذا، كله رح يجي بس بوقته. هلا هن الاطفال يمكن بسن صغيره ريم ما بيعرفوا اهلهم شو بدهم يحطوهم، لانه مثل ما قلنا ببلشوا بسن كثير صغير، مثلا سنتين ونص 3 سنين، بيحطوهم بنشاط صيفي، وخاصه الام العامله حتى تقدر تساعد طفلها وتساعد حالها على في وقت الفراغ. بس خبرينا اليوم، يعني الوقت الصحيح، قلنا العمر الصحيح هو من 3 سنين لحتى يتقن اللغه الام، المتابعه من الاهل ايضا لتعليم اللغه الثانيه قد ايه مهمه اليوم، وخاصه انه النشاطات الصيفيه عم تكون اغلبها تعليميه للاطفال، مو انه ترفيهيه، يعني مثل رسم السباحه، دائما عم لاقي الاغلب تعليمي، انه لا بدي لغة تانية لطفلي مثلا حتى يتقنها. فخبرينا اليوم، في آلية معينة لازم تتبعها الأم لتاخذ نتيجة صحيحة وتحبب الطفل باللغة التانية؟ هلا إذا طفلنا تحت 6 سنين فهو هذا حقه، بأنه يلعب وبأنه يستمتع،
حتى لو بدها تعلمه لغة تانية فعن طريق اللعب عن طريق الاستمتاع، بده يكون بنادي صيفي، هذا من حقها، هي أم عاملة، بس هو بعيد، وهو عم يقضي أغلب وقته بعيد عن الأسرة وبعيد عن البيت، فأبسط شيء إنه يقضي وقت ممتع. ونحن أنا يعني ما بعرف، هذا رأي شخصي، بفترة الصيف يعني في وضع معين، طقس معين، ضغط معين، فليه نضغط الطفل بدراسة زايدة، بتعلم لغة كمان، في منهم مثلا بيطلبوا لا عربي كمان، بدنا يا ريت هن يبدوا يتعلموا كمان شوية عربي شوية لغة، ما بدي اياه بس لعب. ليش ما بدك اياه بس لعب؟ هذا حقه الطبيعي انه هو يلعب ويتعلم عن اللعب. يعني لو الاهالي شوي بتطلعوا عن أهمية اللعب وكيف انا بقدر اعمل العاب وانشطة تعليمية بتوظف، بيكون فرق معهم ابنهم كثير، حتى بالعلم. الدماغ الناضج هو الدماغ المبدع. صحيح. طيب كمان خلينا نحكي ريم، اليوم تعلم اللغة الثانية بحد ذاته هو مهارة مهمة للطفل، يعني بقول انه انا مو بس بدي علمه لغة، هي بتفيده بالحياة، هي كمان مهارة مكتسبة. اليوم اكتساب المهارات قديش هو علم لازم تستفيد منه الام وتشتغل عليه مع ابنائها، سواء بلغة ثانية، سواء خليني اقول باي شيء ممكن هو يتعلمه. في ناس بتعلموا الرسم، في ناس بتعلموا العزف، تكبر معهم تتحول لمهنة، لأسلوب حياة. ممكن نكتشف مواهب أطفالنا من خلال تعليمهم مهارات أخرى. كتير كتير مفيد، يعني كتير مفيد هذا الطرح، مهم. أنا عادة بحط قدام الطفل كل الخيارات، هو رح يأرجيني أنه أنا ميولي لهون أو ميولي لهون. أنا وقت بطرح كل الخيارات، نحن صايرين غالباً أنا مع الأهل ما بلومهم، أنه بدنا ياهم يتعلموا كل شيء، أو بدي إياه موسيقى وعزف ورقص، نضغطه للولد. دراسة بنضغطه ومهارات كتير بنضغطه، خليه يبدع بالمهارة اللي هو بيحبها. في مهارات عقلية، خليني أحكيها لسه قبل المهارات الفنية، يلي هي بتخلي الدماغ نامي، يعني بيكسبوا هاي المهارات، هي اللي بتبني على الدراسة، هي اللي بتخلق دافع، هي اللي بتخلق عنده حب للاستكشاف، للتعلم، لكل شيء جديد. فأنا إذا اشتغلت على هاي المهارات بالطفولة المبكرة، إذا خلينا نقول، من الطبيعي إنه هو يطلعها بسن الرشد أو بس يكبر شوي. نعم ريما، يعني هلأ عم نلاحظ إنه أغلب الأطفال بهذا السن عندهم صعوبات باللفظ وبالتعلم، تمام، نتيجة بعض الممارسات يمكن الخاطئة، يمكن خارجة عن إرادة الأهل، ويمكن إنه الأهل بيدروا فيها بس ما كانوا يعرفوا يمكن خطورتها، خلينا تمام. نقول هدول الأطفال اللي ما عم يوازنوا، ما عم بيكونوا بنفس يعني المستوى مع أطفال غيرهم، نلاقي في قدرات تمام. مثل ما قلتي تمام. كيف فيها الأم تتعامل معه اليوم أو تنمي مهاراتهم الخاصة؟ هلأ فيها تقول لهم مثلا أنه روحوا تعلموا لغة تانية، تحطهم بنشاط صيفي لتعليم لغة تانية وهن ما بيتقنوا مثلا؟ هلأ إذا بدأ يحكي، خلينا نحكي بشكل حأحكي بشكل إجرائي. شخص قاعد اختصاصي، قاعد بمجال بيشوف كتير وبيصبر نوعيات الأهل ونوعيات الأطفال. أنا بالفترة يعني إحنا بالفترة الأخيرة كونه بشتغل مع عمر صغير، فكتير كتير أنا يومياً لا يقل من 3 لـ5 أطفال أنا لحالي بشوفهم هني عندهم صعوبات بالنطق أو مشاكل تعلمية. الأهل مضغوطين، مو فاضيين، الأطفال شوي صار بدهم أنشطة أكتر، فهن عم يقعدوا على التلفزيون، عم يقعدوا على الموبايلات، على التابات، نوعاً ما مهملين بأنشطة اللي هي بتنمي، فعم يعمل تأخر لغوي، مع أنه الأهل بيكون عندهم قناعة أنه لا، الطفل بيحكي لغة تانية، اللغة التانية هي عم تكون مثل المسجل، هو بس عم ينطقها، يعني دماغ مسجل هو بس عم ينطقها، وقت أنت بتحطي المثير الصح قدامه فهو بيطلع المخرج، أغنية على اللابتوب أو شي بيغني، بيطلع المخرج. أنا عندي أطفال بيحكوا كوري، هل مطلوب منهم يحكوا كوري؟ طبعاً من التاب، هذا أنا شفته. هل هو شي منيح؟ لا. وين اللغة الأم؟ كيف بده يتعلم؟ بتقلي انا افضل انه يكون لغه انجليزيه، طب هو بس يروح على بيت جده حيحكوا معه بالانجليزي؟ بس ينزل على البقال ولا على السوبر ماركت ولا يشوف اولاد بالحاره حيتواصل معهم باللغه الثانيه؟ اكيد لا، حيتواصل معهم باللغه الام. شوي صعب الاقناع للاهل، شوي صعب انه نطرح قدام الاهل انه الطفل عنده مشكله. في كمان شغله شوي ظريفه، انه عم يحكوا فصحى، كثير حلو نتعلم الفصحى وظريفه، واكيد نحن يعني منقدس اللغة العربية تبعيتنا، بس ولد عمره 3 سنين ليه بده يحكي فصحى؟ عمره 4 سنين ليه يحكي فصحى؟
تمام من افلام كرتون تمام معناته هذا بيعطيكي انه هو قاعد كثير قدام هو للاسف التلفزيون. احيانا بتروح قصه برستيج عند الاهل بانه انا بدي اعلم ابني من هو صغير يقول النو واليس وكلمات تماماً. وينادي كل شيء باللغه الثانيه على حساب انه هو يتعلم حتى النطق باللغه العربيه بالطريقه الصحيحه تمام. وهذا للاسف المشكله اللي حكينا ببدايه حديثنا عنها. في نقطه بس بدي ضوي عليها كثير مهمه بما انه حكينا نحن اغلب مدارسنا حتى المدارس بتعتني بشكل ممتاز باللغه الثانيه ما حنسمي لغات مشان ما نعمل حساسيات باللغه الثانيه الولد طفل بس بده يقدم التاسع والبكالوريا للمنهاج السوري فالمعاناه اللي بيعانوها الاهل والطالب بهدول المرحلتين رهيبه انا بخسر علامات وبخسر كثير من الميزات اللي ممكن انا اخذها بضعفي باللغه العربيه اللغه العربيه احنا اساسي بالمنهج عنا وهي صح. ماده مرسبه فالاهل يعني بتكون عندهم رعب او ثوره نحن بنكون غافلين نسيانين امتى بنفطن بالشهادات بالتاسع وبالبكالوريا نحن يعني يا ريما بنتمنى كل الاهل يكون عندهم وعي وادراك كامل اكيد لخطوره انه اهمال تفاصيل صغيره يمكن تاثر على مستقبل الاطفال وخاصه هلا بعصر السرعه والعصر العملي اكثر خلينا نقول ضغوط نفسيه تمام. الطفل المفروض ينعطى عنايه من الاهل بنتمنى من كل الاهل يكونوا استفادوا من المعلومات وخاصه هلا مثل ما قلنا في صيف وانشطه صيفيه وبتمنى النجاح هيك والتوفيق للكل يا رب ان شاء الله امين ان شاء الله شكرا لك يا شكرا لك ريم على كل المعلومات اللي قدمتيها بنرجع نذكر انه من الثلاث سنين فينا نبلش ولكن نقوي اللغه الام بالاساس تمام شكرا لك